الفنانة الشعبية فاطمة طرابلسية الملقبة بالحمصة تعود من جديد إلى الواجهة في محركات البحث الليبية على جميع منصات التواصل الاجتماعي، وتثير الجدل بتصريحات حول قضية اعتقالها الأشهر الماضية. تابعوا التفاصيل. في تصريحات لإحدى وسائل الإعلام المحلية، أفادت الفنانة الليبية فاطمة طرابلسية بتفاصيل مثيرة للجدل بخصوص قضية اعتقالها التي تعلقت بتهمة خدش الحياء العام، وذلك بسبب كلمة أغنية رأى كثيرون أنها تشجع على الانحلال والفساد الأخلاقي. الحمصة صرحت أن الأغنية كانت سبباً في قضائها سنة ونصفاً خلف القضبان دون تحقيق أو محاكمة، بعد أن ألقى جهاز الدعم والاستقرار القبض عليها بسبب التهمة المذكورة، كما أنها كانت سبباً في تهجيرها من ليبيا وتلقيها تهديدات متواصلة بمنعها من العودة إلى الأراضي الليبية، واضحة أنها تعيش ظروفاً مادية وصحية صعبة. التصريحات فجرت موجة واسعة من الانتقادات بين من عبر عن غضبه ومعارضته للفنانة، ومن دعا إلى الالتفات نحو المشاكل الحقيقية للبلاد بدل التركيز على الفنانين وكلمات الأغاني.